احنا شفنا بقى القطط او الكلاب في الحي. في ناس تقول لك انا شفت قطه سودة، يا خبر ابيض، وحشه طبعا. بس بقى ايه، لازم شرط اساسي تتكرر، مش تشوفيها مره واحده وتقولي يا نهار ابيض انا كده ملبوسه او كده عندي عارض او حاجه. لا، لازم التكرار من مرتين لثلاثه. تمام، مرتين لثلاثه اذا اتكررت تبقى ايه يا دكتور؟ ده على طول جن. جن. الجن بقى مركز معاك، بقى قرين، حد مركز معاك. القطه السوداء في الحي. القطه السوداء في الحي جن. والحمار الاسود والكلب الاسود والثعبان الاسود والحمار الاسود اكتر حد. اكتر حاجه تعرف ان البني ادم عنده جن، لانه اصلا يعني بيمثل قوته هو مش قوي قوي طبعا، لكن قوته على البني ادم. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. تمام، بس برضه يعني بيغلس. طيب خلينا احنا